طلب عليها هيرتفع قوي، ده كده ممكن سعر الحمار الواحد يوصل ل 200 جنيه او ممكن كمان يزيد. دي ملاحظه ممتازه يا باشمهندس، ولازم ناخدها في الاعتبار. ده غير ان الحمير المطلوبه لازم تكون صحتها كويسه وقويه، دي هتبقى حمير حرب. حمير حرب؟ هي الحمير يا باشا تنفع تدخل حرب اليومين دول؟ عشان الشغل المطلوب فيها هيكون في الدال. تقدر على المهمه دي يا حاج سطوحي؟ ان شاء الله. اتطمن خالص يا سعاده اللواء. طب معلش يا سعادتك، انا لازمتي ايه في عمليه زي دي؟ انا ليا في الهندسه وبس. ما دي هندسه برضه يا باشمهندس، هو جمع 10000 حمار مش هندسه برضه. يعني افهم من كده ان سيادتك بتكلف الوالد بالعمليه دي والمطلوب مني ان انا اساعده في تنفيذها؟ مش كده بالظبط، بس العمليه دي مسؤوليه كامله بينك وبين والدك، ده اذا قابلته بيها. ايه ما نقبلش بيها ليه يا سعاده الباشا؟ على الاقل يساعدني بدل ما هو قاعد على المصطبه طول النهار. على ما الوظيفه تجيله. بس لا مؤاخذه يا باشا، يعني الرسمال الفلوس حاضره وجاهزه وهتكون تحت امرك، المبلغ اللي هتطلبه هيوصلك في ساعتها. كده تمام. سعيد. نعم. زي ما قلت سعر الحمار ممكن يوصل 200 جنيه. واذا السعر فضل ثابت ففي مصاريف نقل وسفر وعاشه حمير، يعني السعر ممكن يوصل ل 200 جنيه. لا يا سعاده الباشا لا مؤاخذه، السعر كده هيبقى الطقطقه. اي ما هي قلت لك من الاول انها عمليه مقاوله، واعتبر يا سيدي نفسك مورد ولازم تكسب. خلاص استبينها يا سعاده اللواء، وان شاء الله هنشرفك. نقرا الفاتحه. سعيد، بكره الصبح توصل الوالد المحطه يحضر اموره ويجهز نفسه وتجيلي على المكتب، في تفاصيل مهمه قوي لازم نتكلم فيها. طب نستاذن سعادتك اللي احنا لازم نروح البلد النهارده، يعني ما كناش عاملين حسابنا على البيات وكده، لكن ان شاء الله من بكره الصبح بدري هكون عند حضرتك. اللي تشوفه يا سعيد. انا مش عارف ارد جميلك ازاي يا راجل، اللي انت عملته معايا ده رد اعتبارنا وعامل لنا قيمه، لولاك الناس كانت ركبت ودلدلت رجليها ولسه الدور على بتاع الفريون معتمد. ده انا معاك يا صاحبي ودراعك اليمين، وانت عارف ده كويس. ده العشم يا راجل، جميلك فوق راسي. جميلك انت اللي فوق راسي يا سعاطف، بس انت تلاقيك مش فاكر. افتكر. افتكر ايه؟ افتكر اول يوم شفتني فيه في حياتك، لما جيت لك هنا اهو بالحته دي، هي قلت لك الحقني اديني لقمه ينوبك فيها ثواب، مش قادر اسلب طولي من الجوع والتعب. ساعتها طلعت لي 5 ساغ من جيبك وقلت لي خد شبرق نفسك فول وطعميه وتعالى خد الحلو من عندي. اليوم ده سعاطف هو اليوم اللي هربت فيه من الدنيا، عشان ما عرفتش احبها ولا عرفت احببها فيا. بس اللي انت عملته معايا يا رجب اكبر 10 مرات من اللي انا عملته معاك. احسبها زي ما تحسبها، المهم اللي انت عملته معايا ملوش زي. كفايه ان انا جيت لك وخليتني انام جنب الشجره ديت في وقت كنت بتنشأ فيه على نومه ولو ساعه واحده في حته فيها امان. وكفايه كمان ان انت سديت جوعي في وقت كانت الناس كلها بتطردني كاني كلب سعران. وانا لحد دلوقتي ما اعرفش انت عملت كل ده ليه، ولا انا عارف يا فرخه، بس لما بصيت في وشك ودققت فيه صعب عليا، ولحد النهارده مش عارف ليه. وانا كمان حبيت اعمل حاجه تبسطك، ما تسالنيش ليه. عاشت الرجوله يا فرخ. انا في الاول كنت فاكر ان الفرح ما اشفر لما لقيت الناس على قد حالها. وفي اجدع منهم؟ دي النقطه كانت نازله على راس ست النعناعة ما شاء الله، تقولش ميه دش. بصراحه الناس كانت حلوه قوي النهارده، والليله كانت زي الفل من اول البت بيعت الفل، مش صح يا عم فوزي؟ مين البت بتاعت الفل دي؟ بت بتبيع فل كده في الشارع، اشتريت لي منها كام عقد فل، بس دعت لي حته دعوه حلوه قوي. هي قالت ايه يا عم فوزي؟ قالت اله النقطه تغطيكي من فوق لتحت، وربنا استجاب لها. اسمع يا عم فوزي، اي مره تشوف فيها البت دي لازم تشتري منها فل، فاهم؟ من عينيا يا كروانه. حاضر. طب ما تقولنا فين مكانها عشان نروح نشتري منها فل، يمكن ربنا يكرمنا. طول ما انتوا شغالين معايا ربنا هيكرمكم اخر كرم. يلا بسم الله. Thank you.
بيتك؟ صدق اللي حصل لابو قرن يا سي رجب. حصل له ايه يا سي قرف؟ مش قتل واحد عايره بيك والحكومه مسكته؟ طب ايه رايك بقى انه صعب عليا خبر عكر زي وشك؟ اتفضل يا سيدنا. يزيد فضلك يا ابني. حصلت لنا البركه يا سيدنا. الله يبارك فيك. احنا قاصدين بيت ربيع الحلواني، ما حدش يدلنا عليه يا ولاد. يا سلام يا سيدنا، ده انا اشيلك فوق راسي واوصلك لحد البيت. اتفضل. الله يبارك فيكي. اتفضل. يزيد فضلك يا بنتي. يزيد فضلك، متشكرين قوي. العفو على ايه؟ اتفضل. اطفي السيجاره يا ابني. هو سيدنا جاي يعمل ايه بيت ربيع الحلواني يا اخي؟ تلاقيه بيصعب جوازه. تبقى البنت الكبيره نواره. وعايزها لنفسه ولا حد من اللي معاه؟ لنفسه. ايه يا بنت، ده متجوز اتنين يبقى فاضل له اتنين. ولسه في نفس. ما هي نواره هترجع له النفس يا عبيطه. ما البنت فايره. يا خبر بفلوس، بكره يبقى ببلاش. على رايك. بسم الله ما شاء الله. انت بقى نواره ولا اختها الصغيره؟ اختها الصغيره يا سيدنا. والدك موجود ولا خرج؟ موجود. قولي له في جماعه ضيوف جايين عاوزين يشربوا عندك شاي. طب اهلا وسهلا، اتفضلوا. يزيد فضلك، يا ترى بقى عاطف اخوك موجود ولا يعني خرج؟ لا موجود، بس هو نايم، اصله بيسهر ويصحى براحته يعني. طب صحي عشان لازم يحضر الحديث من اوله. اتفضل. يا ساتر يا ساتر. الله 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 الله، ألف هنا سيدنا. ربنا يكرمك. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام.